ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع وكل إعادة فإفادة. خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين على الوداد البيضاوي، واش عنده شي حظوظ بالفوز بكأس عصبة الأبطال والدافع على اللقب ديالها ويبقى في المغرب؟ إلا بغيت تعرفوا واش عنده شي حظوظ أجوا معايا. واش الوداد عنده حظوظ أن دي هاد الكأس ديال عصبة الأبطال وتحافظ على اللقب ديالها؟ الوداد من طبيعة الحال، لأن الوداد حنا راه فرحانين وحنا ديما مع الوداد، والوداد خصها لابد دي اللقب، والوداد خصها عندها الحظوظ احسن من الفريق الاخر اللي غادي تواجه، احسن من الاهلي، احسن من الاهلي من طبيعه الحال، لان الوداد دابا عندها احسن من الاهلي، رغم الاهلي واخا تيقولوا كاع اسمه، ولكن الوداد عندها احسن من الاهلي. الوداد تيخصها شويه ديال الانضباط. شنو هو الحظوظ اللي عند الوداد؟ هو حصل عند اللعابه، اللعابه راه قويه اللي عند الوداد، راه اللعابه قويه، ولكن تيخصهم غير داك الانسجام، وخص التركيز مزيان، والمدرب يدي افكار اخرى ما حد با خصمو عاوت يركزهم باش على الحظوظ، وانه واللعب يكونوا كينسجموا فيما بينهما، وديما الفرص مره كونتر اتاك ويركزوا ما تضيعش الفرص، بحال بعض المرات يكون واحد حدا الجول كيضربها للجمهور وكيلوح حال شي واحد، ولا كيكون بالكره كيجيو قدام واحد جوج كيبغي يقلب ويشقلب وعنده صاحبه خاوي، ممكن هذيك ما يقدمش هذيك الحقاش هنا، الهدف ديالنا هو الربح، ماشي كنقلبوا حتى نكونوا لاعبين بطوله وطنيه عادي، الا بغي نبين المباراه قلب ديك الساعيه. دابا هنا خصنا الراس، واخا نبغي نقلب ونشقلب يبان لي صاحبي خاوي اللوح ليه كره ونعاود نمشي وعاود يرد عليا مثلا ونعاود نقلب ونشقلب، اي ديك الساعه حتى نكون رابحين، ولا بينا نبينوا البراعه ديالنا ملي نكون رابحين مثلا نقلب ونشقلب ديك الساعه بكل تواضع. دابا هنا سيدي لوح كره صاحبي تعرفوا غير الشبكه، هنا خصنا نركزوا على الشبكه والهدف الوداد ديما اللقب. انت شوف نقول لك اري فايت تلعب اري في مصر، روشو تلعب هنايا، اذا فيما كتلعب روشو في كازا تيديو الوداد ضروري. انا رجاوي، اسمع رجاوي هنايا، ماشي نقول لك زعما وداد هي من حمروش وهذا الشيء، روح رياضيه، روح رياضيه، كره قدم، ما نحسدهم ما والو. هذا العام هذا فاتونا شويه وعندهم هذا الفينال، نتمناو لهم التوفيق. انت كرجاوي هذا اللعابه اللي عند الوداد واش يقدروا يديو هاد الكاس هذا؟ عندي يديو ان شاء الله، يقدروا يديو هاد الكاس هذا. شنو النصيحه اللي تعطيهم؟ النصيحه اللي نعطيهم يخدموا مزيان، فريق الوداد يخدم باش يشرف هاد المغرب هذا، يد هاد الكاس هذا باش الرياضه تطلع شويه ورجع بيضاوي تا هو، ما نساوش فريق كبير بزاف. واش كتنصح الوداد في لالي اللي عند الاهلي المصري؟ يقوم الدفاع، حقاش الدفاع الدفاع علاش؟ حقاش هما الاهلي كيف ما داروا راجا، ضربوا على راجا جبيوتش جاو هنا بقاو مدافعين، ما صورنا معاهم والو، إذا يديروا هذا الدفاع خاص على الأقل يخرجوا 0-0. الخطأ اللي طاحوا فيه الراجا ما يطيحوش فيه الوداد. ما يطيحوش فيه الوداد، هادشي بغيت نقول، يبقاو على الأقل 0-0 ويقدروا يسجلوا شي بيش من الأحسن. أجرب من لعبة الوداد الكرة عندهم في رجليهم، أنا كمشاهد ومتفرج، حتى أنا رديز في الكرة، الكرة كتبقى عند رجل اللاعب 45-45، المقابلة صعيبة ولكن كنقولوا حنا حياة الشعبية والعضان اخويا وزير الصباط عضان في الملعب، ما تعاتقش، حذاري من الاخطاء، حذاري والمقابله ماشي سهله. اي عضهم ما يديروش الاخطاء. لا مقابله غتكون كل عضان. لا حنا كنقولوا العضان مازال غنقولوها، الا مقابله الوداد ماشي سهله، كنتمنى الفريق الوداد البيضاوي يلعب واحد مقابله قويه وغيمثل المغرب وغيمثل ديال الاعصا ديال الابطال ابطال. نتمنى. واش كاين شي حظوظ يديو الكاس خويا؟ انا ما كنقولش اللي عنده فرشي هو اللي غيوصل البوطو ولا غيدي الكاس. لا ماشي اللي غيوصل البوطو. الحمد لله، هذا واجب وحصل لنا الشرف، انه الوداد فرقه كازاويه، ولكن المغرب كامل فرحان بها دابا على داكشي اللي دارت لصن داونز، على داكشي اللي دارت في لانجيري، اللي دارت في تونس. حنا دابا الاهلي ما عندهاش شي حاجه، وان شاء الله نتمنى والله الشعب المغربي يساند الوداد على الترابو المغرب، والله هاد اللعابه اللي عند هاد اللعابه اللي عند الوداد عندها الحظوظ، عندها الحظوظ، راه مكانش عندها الحظوظ راه ما غاديش نوصلوا. انا تنضرب عليك جاتني البكيه على بلادي، انه الوداد هز الدرابو اللي ما عمرها هزاتو شي فرقه، الحمد لله ديال الجمهور البيضاوي والوداد، حيت اول فرقه في الدار البيضاء، ديما وداد ديما وداد، بعولاد البلاد يشجعوها